الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عبد الرحمن الكوشر بطل والعداء العالمي في السباقات على الطريق والرمال والجبال من وكلم. طبعا أشكر جمعية إيمال للتربية والثقافة بوكلم على تنظيم لهذا السباق بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ولذلك أشكر جميع الفاعلين الجمعويين بوكلم وكذلك ساكنة وكلم شيوخا كبارا نساء أطفالا شبابا على مساهمتهم الناجحة مساهمتهم القيمة من أجل إنجاح هذه التظاهرة الرياضية الكبرى، والهدف منها نبيل وهو أولا من أجل خلق البهجة والفرحة في وسط شباب وكذلك صغار هذه البلدة الكريمة الطيبة، أناسها طيبون طبعا، وأنا كعداء عالمي أنوب عنكم في المحافل الدولية وكذلك السباقات العالمية، وأنا فخور وأنتم كذلك فخورين، وكذلك أحيي أيضا في حرارة الهلال الأحمر المغربي في فرع وكلم نظرا لجهوداته الجبارة دائما في الإسعاف وفي وقاية العدائين، والحمد لله على سلامة الجميع. كما أشكر أيضا جميع المساهمين ماديا ومعنويا لإنشاء هذه التظاهرة الرياضية، ودائما أحيي ساكنة وكلم وأقول لكم عواجكم بركة وهنيئا لكم والحمد لله والسلام عليكم.